بارما، روما، الدوري الإيطالي، السيري أي، الجولة 27، وشأن كيفاش كانت المباراة، وين المباراة اللي شأن فيها أهداف، كذلك هدفين، هدف الشوط الأول وين فانيتي الذي سجل الهدف لصالح بارما في الدقيقة 9، شأن جونيور الذي أضافت الهدف الثاني عن طريق ضرب الجزاء في الدقيقة 55، يعني ونقولوا بلي رغم أن السيطرة كانت لروما لكن الأهداف كانت لبارما، شأنها كيفاش 56% نسبة استحواذ روما، 377 تمريرة لروما، 266 تمريرة بالنسبة لبارما، 44% نسبة استحواذ نقولوا بلي لبارما، شأنها كيفاش روبرتو المدرب تاع بارما اللي دخل بخطة 4-3-3، شأن كيفاش باولو المدرب تاع روما اللي دخل بخطة 3-4-2-1، يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة رغم ذلك وين شاهدنا كيفاش المباراة كيفاش كانت وين انتهت المباراة كيفاش تلعبت المباراة، يعني وين شاهدنا كيفاش سيبيا الحارس تاع بارما اللي لعب دور كبير، شنا بيتريزال المدافع، بيرنارد شنا كيفاش، ماتيا شنا، اندريا جيستون يعني وين شنا، جامسين شنا كيفاش، دينيس مانا شنا كيفاش، بيلي يعني شنا كيفاش، البارتو شنا كيفاش، جورج اللي دخلوا في الشوط الثاني، روما باول لوبيز في الحراسة، يعني بارنو شنا كيفاش، مانشيني سيل دي سيلفا، ماريش شنا كيفاش، ليناردو شنا كيفاش، لوزانو شنا، ايدن شنا، بيدرو ستيفان الشعراوي يعني شنا كيفاش، بيران شنا كيفاش، كريش شنا، بارين، يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة، مباراة اللي كانت لصالح بارما. هذه هي الجولة 27 بارما روما، شنا كيفاش انتهت المباراة.